بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ. تبدأ الآن المباراة. سوف نرى تشكيلة الفريق، وهذا هو الملعب الذي سوف يتم لعب فيه المباراة، أريناز أرينا. تبدأ ضربة البداية. كرة الآن مع برشلونة، مع ألبا لماتويدي. ماتويدي هنا في قلب الدفاع. الآن داني ألفيس معه الكرة، ولكن جوتيف يقطع منه الكرة. جوتيف وعرضية ولكن مقطوعة. ليفاندوسكي يأخذ الكرت الأصفر لأنه عرق اللاعب. هذه الإعادة. هذا هناك ليفاندوسكي وعركل بوسكيتس. الآن ضربة ركنية لصالح الباير. كرة رائعة ولكنها خارج الميدان. ضربة مرمى. برافو لماثيو. جوردي ألبا معاه الكرة. نيمار، عدى نيمار ولكن لهم يقطع منه الكرة، ولكن نيمار يمر بسلام ولكن بدون الكرة. ولكن الآن الكرة تمر بدون نيمار. كرت أصفر رقم 17 في بايرن ميونخ. ضربة حرة لصالح برشلونة. جوردي ألبا يلعبها لإنيستا. إنيستا معاه الكرة ولكن شمايشتاجر معه الكرة. الآن هجمة مرتدة مع مولر. ليفاندوفسكي، قطعة جميلة من بوسكيتس. توماس مولر معه الكرة أمام خط 18. كرة خطيرة ولكن برافو ينقذ برشلونة. بوسكيتس تمر من بين قدميه ولكن ماثيو ينقذ برشلونة. روبن معه الكرة. جوردي ألبا الآن مستحوذ على الكرة. روبن يأخذ الكرة مرة أخرى. بوسكيتس يدافع. جوردي ألبا يلم روبن. توماس مولر تسديدة قوية ولكن خارج الملعب. هذه هي الإعادة. برافو يسجل ضربة المرمى. ماثيو الآن الكرة مع نيمار في وسط الملعب، ولكن نيمار اهو معاه الكرة. نيمار يمر ولكن روبن يقطعها من نيمار. بوسكيتس أمام ليفاندوسكي. بوسكيتس في صراع مع ليفاندوسكي ولكن راكتيك يقطع الكرة من ليفاندوسكي. ألونسو، تشافي ألونسو مدرب برشلونة حاليا. داني ألفيس معه الكرة. جوزيت معه الكرة. الآن يبص يمررها ليفاندوسكي. ليفاندوسكي يحاول أن يسدد ولكن كرة رائعة ولكن خارج الميدان بخطأ دفاعي وخطأ لحارس المرمى. برافو لأسيميت لإنيستا. إنيستا يتم قطعها بواسطة ليفاندوسكي. إنيستا معاه الكرة الآن. كرة لميسي. كرة رائعة لميسي. ميسي يمر ولكنها ليست أنكر ميسي. بوسكيتس معاه الكرة الآن. ليونيل ميسي معاه الكرة في منتصف الملعب. يمررها ولكن قطعة. الآن راكتيك معاه الكرة. يمررها لداني ألفيش. داني ألفيش معه الكرة في منتصف الملعب ويمر داني ألفيش بمراوغة جميلة. الآن كرة مع نيمار. نيمار معه الكرة ولكن
يقطعها دفاع البايرن ميونخ. روبن معاه الكرة الآن، مررها لتوماس مولر في منتصف ملعب البارسا، ولكن داني ألفش يقطع. راكتيك معاه الكرة، يمررها لإنيستا. دائما راكتيك يقع عندما يمرر الكرة، لا تسأل لماذا. إنيستا معاه الكرة ويقطعها مولر منه. مولر يحاول أن يمر ومرر الكرة، ولكن بوسكيتس يقطع منه الكرة. ليونيل ميسي معاه الكرة الآن. ليونيل ميسي، ما هذا؟ إنه قلب نيمار. ميسي قلب نيمار. داني ألفيس يمررها لتوماس مولر. إنيستا معاه الكرة الآن في منتصف ملعب بارسا. الآن الكرة مع روبن، ولكن قطعها منها جوردي ألبا. توماس مولر معه الكرة في أمام منطقة الجزاء للسو. تسديدات خرافية على مرمى البارسا من بايرن ميونخ. راكتيك معاه الكرة الآن، كرة رائعة لنيمار. نيمار يمر، ولكن دفاع البايرن ميونخ. بوسكيتس معاه الكرة. إنيستا الآن معاه الكرة. إنيستا يمر، ولكنه لم يمر بسلام. كارت أصفر لألونسو، أحمر لتشافي ألونسو أقصد. إنه الكرت الأحمر رفعه في وجهه الحكم. ماسويتي معاه الكرة الآن. بوسكيتس يجري، ومولر متقدم عنهم، ولكن تسديدة رائعة. ولكن برافو يا برافو. مانشوس جول، ولكن جوريت جول، ولكن مولر يسددها ولكن خارج الميدان. برافو معاه الكرة، ضربة مرمى لصالح البارسا، لم يفعلوا أي تسديد البارسا حتى الآن. برشلونة لم تسدد حتى الآن. نيمار معاه الكرة في منتصف الملعب. عدى نيمار أخيرا. نيمار ماشي بالكرة، ولكن إنه دفاع البايرن ميونخ. عدى نيمار يعدي، ولكن ينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0، والاستحواذ من عند برشلونة. يبدأ الشوط الثاني، ريال بايرن ميونخ و برشلونة. هل هناك تغييرات أم ماذا سوف نرى؟ سوف نرى. إني أرى تشافي سوف ينزل، وهجمة رائعة، ولكن يقطعها الدفاع برشلونة. ضربة حرة، وتشافي إن التغييرات. تشافي نزل، وبيكيه تشافي وبيكيه ولويس سواريز. رمي التماس، لويس سواريز تقطع منه الكرة. لويس سواريز رقم 17، ما هذا الخرف يا أولاد الخرف. لويس سواريز مش رقم 17، إنه رقم 9. سوف نقدم شكوى لهذه اللعبة. جوردي ألبا يرمي الكرة خارج الميدان، ورمي التماس. الكرة مع توماس مولر الآن، ولكن جابي كي جارس كنت هقول بقى جارس بكي. نيمار معاه الكرة، ولكن قطعة، ولكن فاول وكرت أصفر. كرت أحمر، والعضاد واقف ورا اللي خد الكارت الاحمر. العضاد متسألونيش مين هذا العضاد. ركنة، ضربة مرمى،
ركلة حرة ولكن خارج الميدان. كان يلعبها سيد معزة. مانويل نوير في تنفيذ لضربة المرمى. الكرة مع سوف تذهب إلى ليفاندوسكي، أم ماذا؟ ذهبت إلى ليفاندوسكي رقم 9 في البايرن ميونخ، وليفاندوسكي يسدد ولكن بوسكيتس، إنه بوسكيتس العالمي، بوسكيتس العالمي يخرجها برا. وكرة رائعة ولكن برافو، ينقذها بيكي. معلقة معايا جارس بيكي، معرفش ليه. لويس سواريز معايا الكرة في منتصف الملعب، يجري بيكي. لويس سواريز، مانويل نوير لليفاندوسكي، ولكن رودي يرميها خارج الملعب. إنه رودي، ما تسألونيش ليه سموه رودي، تقريبا عشان هو ألماني. الآن الكرة مع جوردي ألبا رقم 18، يعدي جوردي ألبا نيمار رقم 11، يعدي نيمار يبصيها لميسي نيمار، ولكن روبن يقطعها منه. روبن اهو، توماس مولر اهو، ولكنه بوسكيتس العالمي. توماس مولر يحاول أن يقطع منه الكرة، ولكن روبن يحاول أن يقطع منه الكرة، وأيضا يفشلوا جميعا في قطع الكرة. نيمار معاه الكرة الآن في منتصف الملعب، ولكن العيال بيسيبوا نيمار. كارت أصفر للحم، لحم يا جدعان، خد كارت أصفر، والماتش 0-0. تشافي يسدد الكرة الآن، وإنيستا يسدد، ولكنها خارج الميدان. إنها ضربة جزاء يا حكم، ضربة جزاء يا عجل، يا حكم يا عدل. تشافي يسدد الكرة، كرة ركنية، ضربة حرة، كأنها ركنية، ولكن جوردي ألبا يحاول أن يعدي، ولكنها بعيدة جدا من جوردي ألبا، وتطلع خارج الملعب، خارج الملعب. لحم روبن لقد نفذ طاقته، ليفاندوسكي قرب أن تنفذ طاقته. نيمار معاه الكرة، نص نمر ونص حمار، إنه النص الأولاني، النص الثاني اللي هو الحمار. ميسي معاه الكرة الآن، سيد معزة، ولكن ضربة ركنية لصالح البرسيين. هل سوف نرى أي تغيرات في خارج الميدان أم ماذا؟ أم لن سنرى تغيرات خارج الميدان، أم لم سنرى هذه التغيرات؟ طبعا بوسكيتس عاوز نديله الكرة، خدها بوسكيتس، مش هنحرمك من اي حاجة. طبعا بوسكيتس الحمار عدى وساب الدنيا. رودي بيجري ورا الكرة، ولكن انه رودي يا جدعان. الدقيقة 70، ميسي معاه الكرة، سيد معزة يحاول، سيد معزة المرور في ضرب الجزاء، المفروض ضرب الجزاء يا حكم يا عجل، يلي مش بتفهم في اي حاجة في كورة اصلا، ما تعرفش مين بيلعب ضد مين. زيرو شوطات لبرشلونة، ولكن الشوطات كتير عند البايرن ميونخ. ميسي يمر الكورة، ولكن لحم يقطعها منه، ولكن ميسي مر إنها كان سوف يكون جول عالمي من ميسي، ولكن نوير يقطع الكرة، نوير الخرافي، ولكن كان سوف يدخل فيه هدف رائع لولا أن كانه العرضة بنت العبيطة صدت بداله، يعني ساعدته في الصد. أكيد يعني ميسي زعلان لهذا الخسارة الرهيبة أو التعادل الذي سوف يحدث إن لم يفوز أحد بهذا الماتش الرائع. إنه ماتش رائع جدا، والجماهير تقول إنه ماتش لذيذ، حاسم صغير مريب، إنه ماتش رهيب غريب مريب. كارت أحمر لليفاندوسكي، كارت احمر لليفاندوسكي، كارت احمر لليفاندوسكي رقم 9، ولا كوكوتس بيزقه
جوت سويزو. تشافي الونسو معاه، تشافي بس معاه الكرة، الونسو مات. توماس مولر رجع الكرة، رميت تماس، داني الفيس يباصيها البوسكيتس، ولا كروت ولا اي شيء لصالح البرشا، برشلونة، البرشا، عشان الناس مش تزعل بس تقولوا ان انا بقول برشا، برشلونة. لويس سواريز معاه الكرة في منتصف، اوه امام ضربة الجزاء، اوه امام ضربة الجزاء، جول 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 من العضاد، جول من العضاد، العضاد دخل جول، جول رهيب من العضاد، سجلها وخلى الباير يعيطوا، سجلها وخلى الألمان يعيطوا. يا ألمان يا ألمان يا ألمان يا ولاد الألوان، عيطوا 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 عيطوا، إنكم لخسرانون. رامي ركنية رهيبة لي، ولكن بيكيه الرجل الطويل، الرجل الطويل، إنه طويل، لا تسألوني لماذا أسميه طويل، وهذا ليس تنمر يا بيكيه، إنه تفضيل يا بيكيه. ميسي معاه الكرة، إنه ليونيل ميسي معاه الكرة، يمر ليونيل، يمر ميسي، ولكن ميسي يقع على وشه. فوز رهيب وتقدم عالمي لبارسا في الشوط الثاني. لويس سواريز يعدي وجول اخر، ولكن نوير 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 يحميهم من، يحمي مرماهم من تسجيل الاهداف الاخرى. انه نوير يا جدعان، ولكن دخل فيه جول. 4 دقائق وقت بدل ضائع، وسوف يفوز برشلونة، وسوف يفوز البرشليون. ميسي يشوت ولكنها ضعيفة جدا يا ميسي، قوة ميسي نفذت. رمي التماس لصالح برشلونة. لويس سواريز مسجل الهدف الأول لبرشلونة، والهدف الأول والوحيد لبرشلونة، ولكن اوه على الدفاع، اوه على الدفاع، ولكن اوه انتهت المباراة 1-0 لبرشلونة ضد ريال مدريد، بايرن ميونخ. وتشافي يسلم على الجماهير، والاستحواذ من عند برشلونة، والشوطات من عند بايرن ميونخ. اوه يا جدعان يا جدعان، انزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناة، واشتركوا في القناة وقولوا انتوا بتشجعوا الريال ولا برشلونة ولا بروسيا دورتموند ولا بايرن ميونخ ولا الاهلي ولا الزمالك. وبس دي نهاية المقطع. مسيو رجل المباراة، مسيو رجل المباراة، سلام عليكم وباي باي.